6 جوان 98 نجاحي في شهادة البكالوريا، ومن ثم الدخول في الجامعة تخصص حقوق علوم إدارية وقانونية. وانتي سبابي عيشتيني في الدود، حي عليا كل يوم نحيا ونموت. مدخولي الخاص كانت في 1999 هيوم داي أكسنت. أول أغنية أديتها في مشواري بكتني اللعابة، هي من كلمة عبد القادر النعير والتلحين توفيق بالله. تاريخ ميلاد الابن تاعي الأول، أول ونقول لك شعور أنه تبدلت نظرتي للحياة. 2008 كان أول حفل لي، أول حفل جماهيري اللي كنت عملت ريسيتال أنا هنا في الكازيف، والحضور اللي كان كاتيف هذا التاريخ ما ننساش، لأنه عدد الجماهير اللي كانت اللي ما دخلتش أكثر من عدد الجماهير اللي دخلت الحمد لله. طال الحيل ما بغاش عليا يفوت، هو يا رايي هو يا رايي. 2018 فريمون تعبت، تعبت كثير لأنه كنت محضر الألبوم تاعي، ألبوم الحلم الحمد لله اللي خرج. تعبت من ناحية التصوير، كان عندي 6 كليبات صورتها في الألبوم هذا، انتقاء الكلمات لميلودي الألحان اللي كنت نخيرها. وإلا فهمت الموضوع قلبي راه مجوع ويتقطع من الداخل.